السل مايا العقل مايا الأبعاد المكانية. أبعدي يديك القذرة عنه، هذا الطفل الصغير تحت حمايتي أنا. في هذا الكون يحيط بنا نار ودخان، من شر عقبل يحمله غزل العدوان. أقطار غزل قاتل، نار من حجق هوابل، لا دفء فيها ولا منجاة وليس أمان. في هذا الكون يحيط بنا نار ودخان، من شر عقبل يحمله غزل العدوان. أقطار غزل قاتل، نار من حجق هوابل، لا دفء فيها ولا منجاة وليس أمان. دراغون 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 دراغون، فلتقدم لا تيأس، وسرع الكوكب زائل، من طاقة روحك كالقلعم ولأجل بلادها قاتل. فلتقدم لا تيأس، فصراع الكوكب زائل، من طاقة روحك تلقى العم ولأجل بلادك قاتل. كر 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 كر. لقد أفسدت مساحيق التجميل التي وضعتها على وجهي، سأبدو غير جميلة في نظر حبيبي جاكو. سوف تدفع ثمن هذا أيها الضفدع الصغير. لن أفسد فقط مساحيق التجميل لوجهك، بل سأقطع رأسك أيتها القطة الشبقة. تعال إلي. شهاب الزمرد، ريح الظلام، لن أضيع وقتي على هذه المناوشات الفردية الضئيلة، فلتتجهز للقوة الكاملة. فن مايا الحاكم، مايا حواس الحاكم. ما تظنين بأنني سوف أسمح لك بأن تستخدمي هذه القوة؟ فن مايا الجسد، مايا الجسد الناري، المظلة السماوية. ماذا؟ ما الذي يجري؟ فن مايا الحاكم، فن مايا الحاكم، فن مايا الحاكم. لماذا لا أستطيع فعلها؟ تستخدمين هذه القدرة دون أن تعلمي ما هي خفاياها وخباياها. والآن فن مايا الجسد، الجسد الناري، الانبثاق الظلي. أنت يوندي كوردينيا، تعتبرين الذراع اليمنى لذلك الوغد تايجيريان. أظن أنك ماهرة في مايا العقل، لما لا تستخدميها؟ هيا هيا أريني ما لديك. كير 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 كير. لست متفرغة لأعطي دروسا في القتال لطفل صغير مثلك. هذه القوة أنا لا أستخدمها إلا حين أقابل ندا لي، ولا أرى ندا لي في هذه المعركة، أو أن أكون
مستعجلة كي أقابل حبيبي جاكو، لذا أستخدمها أحيانا كي أنهي القتال بسرعة. ولكن تعال أنت تعال، ألست ابن أخت استبان؟ أقصد الأمير استبان، ألم ترث شيئا منه؟ أرني ما لديك، تعال أهجم علي. يبدو أني قد توهمت، أرى أنك قد قفزت عاليا وهربت من أمامي. الآن بقيت أنت وحدك يا دراغون، لم يبقى أحد لحمايتك، فلتذهب معي. صدقيني أيتها الوغدة، لولا أني مقيد بقيود الظلام لكنت رأيت القتال الحقيقي. أنا أعشق أن أقاتل شخصا يمتلك بعض القدرات، ولكن كما ترين فأني مقيد. إن كنت ترغبين في القتال فكي قيودي ولنرى إن كنت تستطيعين هزيمتي. كما قلت لك، لست متفرغة لأعطائكم دروسا في القتال، فأنا مستعجلة الآن. أنا أعلم أيها الأمير دراغون بأنك تمتلك الموهبة، فبالنهاية أنت ابن الأمير استبان وابن تلك الوغدة كريستينيا. كم كنت متشوقة لقتلها بيدي. على العموم تمتلك موهبة، ولكن يا صغيري تنقصك الخبرة، فلا تغتر بقوتك، خذها نصيحة مني. أنت كنت تمتلكين قدرة كبيرة، لا أحد يستطيع أن ينكر هذا، وأيضا متميزة بالذات في مايا الحواس، ولكن أنا قد حجبت عنك تلك القوة بواسطة غلالي، ولم تعلمي بعد كيف استطعت هذا، والآن فيما عدا هذا أنت ضعيفة وستخترقك رماحي، والآن رماح الظلال. لا أخي كلواري، لماذا فعلت هذا؟ لا عليك لا عليك، أنت متعجرفة لدرجة أنك تظنين أنك الوحيدة التي قد ورثت فنا من فنون المايا من خالنا استبان. لا تنسي قد ورثت عنه فن مايا الإرادة، لا تستطيع هذه الظلال الغبية أن تخترق جسدا قد تصلب بإرادة ورثت من الأمير استبان. كر 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 كر. والآن تعال إلي أيتها الفراشة السرقاء الصغيرة. كر 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 كر. يوندي كوردينيا، أنت من بين بضعة مئات من النسوة اللواتي كنت أرغب بأن أقيم علاقة حب معهن. ما رأيك أن تلقين نفسك في حضني وتنسين جميع آلامك؟ تعالي إلي يا حبيبتي. كر 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 كر. جاك وولف، من أين ظهرت؟ لم يذكر لي أحد بأنك معهم. تذكرت، هذا الصوت قد سمعته قبل قليل، ألست ذلك المقنع الذي كان برفقة ذلك الأحمق ملك الظلال؟ عندما سمعت صوتك حينها وكنت مقنعا ظننت أني قد سمعت هذا الصوت من قبل. بالفعل إنه صوت الأمير جاك وولف. أما زلت على قيد الحياة أيها العجوز الخرف؟ بالطبع سوف تتذكرين صوت جاك وولف، فهو صوت لا ينسى أبدا. هذا الصوت
يعشقه كل من سمعه. تذكرك لصوتي دليل على حبك لي. هيا هيا اتركي صف الأعداء وتعالي معنا، سوف أتزوجك لو أنك تركتيهم. ها، ما رأيك؟ ما المهر الذي تريدينه؟